ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. قبل ما ابدا عايزك تنزل تحت في صندوق الوصف هتلاقيني مشارك معاك كل حساباتي، اتمنى انك تتابعني في كلها وتتواصل معايا، مش عايزك تنسى اللايك والشير للفيديوهات. انت عارف الحرب اللي شغال عليا الفتره دي عشان يقفلوا القنوات والمواقع بتاعتي. اتمنى ان المحتوى ده يفيدكم ان شاء الله. انا احمد، كلكم عارفيني، عارفين الرحلات بتاعتي. في يوم من الأيام كنت راجع من السوبر ماركت، كنت داخل البيت شايل الحاجة في إيدي حطيتها وقعدت أريح شوية. الجو كان حر جدا، فعلا دخلت خدت دش وطلعت لما لقيتها في وشي فابتسمت لها وقلت لها وانت كنت فين؟ وانت كنت جيت شلت معايا شوية؟ وابتسمت فضحكت قالت لي أنا جايالك على الموعد. أي موعد؟ النهاردة مش الخميس، مش انت عندك حوار النهاردة؟ بصيت لها كده وافتكرت فعلا انا متفق معاها على النهاردة ان احنا ننزل. قلت لها ايوه فعلا انا عايز اتكلم النهاردة، ما عنديش اي مشكلة. تحب تروح دلوقت؟ قلت لها ماشي نروح دلوقت، ايه المشكلة؟ بس النهاردة هقعدك مع حاجة تانية. قلت لها يعني ايه حاجة تانية؟ هقعدك مع واحد من اخطر واشرس مرضة الجن اللي مخصص لحاجات كتيرة جدا، في شوية احتياطات هتلاقيها تحت لما تنزل. قلت لها زي ايه يعني؟ هتعرف هناك. وفعلا وصلت هناك، نفس المغارة هي مفيهاش اي تغيير، نفس الكرسي قاعد عليه. الاختلاف الوحيد ان كان في 4 من الحرس بتوعها واقفين على شكل نص دايرة قدامي، كل واحد فيهم واقف ومعاه نمر من نمور الحراسة بتاعتها. كانوا تقريبا محوطيني بنص دايرة وكلهم ملسمين بالاسود. فبصت لها قلت لها ضروري ده؟ قالت لي ايوه ضروري. قلت لها بس انا كده مش هعرف اركز. قالت لا ما تقلقش هتعرف، انت واخد عليهم وشايفهم قبل كده، انسى وجودهم خالص وكمل اللي انت عايزه، عارف هيحصل ايه بعد كده. قعدت وظهر للمدخل وهي قاعدة قدامي، مفيش تقريبا 3 دقايق وبدأت أسمع صوت زي زئير وحاجة ماشية زي ما تكون مبطنة على الأرض، وريحة مش حلوة بدأت تملى المكان، وتأهب من الحرس اللي قدامي، وسكون تام وهوا سخن بدأ يجي. بصت لها بطرف عيني فشاورت لي يعني اتكلم هو موجود. كنت عارف هتكلم عن ايه وهسأل عن ايه، كنت ناوي ان انا انتهز الفرصة دي بما ان هو واحد من اللي هم الكبار في العالم ده، يبقى خليني اعرف منه اكتر حاجة انا عايزها، خليني استفيد منه باقصى درجة. من ضمن الحاجات اللي كانت في دماغي كنت عايز اتكلم عنها سحر الجنون، لان الموضوع ده منتشر كتير وفي نصب كتير. وبدأت اسأل انت مسؤول عن سحر الجنون؟ فسكت. كررت عليه السؤال مرة تانية، انت اللي بتعمل سحر الجنون؟ بدأ يتكلم، انا المسؤول عن اسحار كتير من ضمنها سحر الجنون. كان صوته تقيل وغليظ وفي ريحة وحشة وهو بيتكلم. قلت له اشرح لي السحر ده بيتم ازاي او طريقته ازاي. بدأ يتكلم، سحر الجنون عن طريق توكيل من الساحر وتسليط جن من الجن القوي للسيطرة على الشخص أو عقد الشخص المسحور، ويسبب له مجموعة من الاضطرابات النفسية والعصبية اللي تخليه يتصرف بطريقة مش طريقته زي ما يكون شخص مجنون. كنت بسمع وبسجل بسرعة اللي بيقوله. قلت له طب أعراضه إيه؟ أعراضه كتير وأنواعه كتير. هنا سكت. قلت له هو ليه أنواع؟ قال لي أيوه. قلت له إيه هما؟ كنت عارف إن هو مش هيرد غير على اللي بيتسأل عليه، بس يعني لو في معلومة مهمة أنا ما سألتش عليها هو مش هيرد عليها ولا هيجيب حتى سيرتها بنيته في الإيذاء. هما كده، عشان كده كنت بحاول إن أنا أجمع وأكون هادي بين كل سؤال وسؤال عشان أقدر أسأل صح. قلت له سحر الجنون أنواعه إيه؟ قال لي في سحر الدائم وده اللي بيتسلط فيه الجن على عقل المسحور فبيفقد الوعي والإدراك بالشكل كامل وبطريقة كاملة، وفي سحر الجنون المؤقت وده بيصاب فيه المسحور
بفقدان الوعي والإدراك كل فترة والتانية على شكل نوبات زي نوبات الصرع. وفي سحر الخوف، وفي بيكون الجن أو بيقوم الجن المسلط بالتسلط على عقل المريض وتخويفه من كل شيء حواليه، فتلاقيه بيخاف من الموت أو من الأشخاص أو الحشرات، ويتهيأ أو يتخيل حاجات بتمشي ويعزل نفسه ويخاف حتى لو رن جرس تليفون أو أي حاجة جنبه. وفي سحر التخيل، وهنا بيتخيل في المسحور الحاجة مش على وضعها، زي حد بيتكلمه أو حد بيندهله أو حاجات بتعدي من قدامه. وفي سحر الهواتف، وده السحر اللي بيخلي العقل مشوش عن طريق اتصال الجن مباشرة بالمسحور في طريق اليقظة، ويكون بيسمع فيه صوت حد بيكلمه، أو في المنام عن طريق كابوس مخيف زي حيوانات مفترسة أو دم وسكت. عرفت انه خلص، انا عرفت انه هو مش هيكذب في وجود السندس، بس هو في اصله كذاب ما يتصدقش، قاعدة ما يتصدقش الجن. قلت له طب اعرف ازاي اذا كنت انا مسحور او مش مسحور، السحر جنون؟ قال لي اول حاجة هتراجع الحكمة قصده الدكاترة، ولما تكتشف ان مفيش اي مرض عضوي هنا تبتدي تعرف ان الموضوع موضوع السحر عن طريق تصرفاتك اللي مش طبيعية، اللي تشبه تصرفات المجانين، زي عدم اهتمام بالمظهر، خلع الملابس مرة واحدة، تبول في ملابسك، تتلفظ بألفاظ مش مظبوطة، او بكاء وضحك بشكل مفاجئ وبدون اي سبب، او شرود وذهول ونسيان شديد، او تخبط في الكلام، اعراض كتير، بصر يروح ويجي، عدم الاستقرار في مكان واحد، عدم الاستمرار على حاجة واحدة، عدم الاهتمام بالمظهر العام، وفي حالات شديدة جدا بتطلع بتعرفش رايح فين ولا جاي منين، وبتنام في اماكن مهجورة او معزولة، احيانا تطلع وما ترجعش. سكت وبصيت لسندس، قلت لها ده نص الناس عندهم الاعراض دي. فكملت وقالت لي معلش علشان كده لازم يكون راجع الحكمة زي ما قلنا لك، ويتأكد ان ما عندوش عارض نفسي، لان النصابين والدجالين بيستغلوا الموضوع ده ويبتدوا يوهموا الناس ان هم مصابين بسحر الجنون، وفي حقيقة الامر ممكن يكون عارض نفسي، لان المصاب بالسحر ده ما بيعرفش انه مصاب، فازاي هتروح تكشف وانت مصاب بالسحر؟ ده بيبقى نصب من الدجالين بس. هزيت لها راسي، قلت لها طب علاج السحر ده ايه؟ سكت، وسمعت صوت زي خبطة من ورا، ولقيت الحرس اللي قدامي طلعوا لقدام خطوة، والنمور اللي كانت نايمة على الأرض وقفت، كل نمر فيهم كبير بحجم تقريبا وحيد القرن، وقفوا وجم عليا. هنا قلقت، بس لقيت سندس قاعدة بكل هدوء وبرود، اطمنت وبدأ يتكلم، يقرأ عليه الرقية وتكرر عليه ويسمعها كل يوم 3 مرات في اليوم لمدة 40 يوم متصلة. قلت له طب ايه هي الصور الرقية او ايات الرقية ديت المخصصة؟ سكت وبدأ يتكلم، البقرة كاملة، هود، الحجر، الصافات، قاف، الرحمن، الملك، الجن، الاعلى، الزلزلة، الهمزة، انا بكتب وراه، الكافرون، الفلق، الناس. وسكت شوية، قلت له خلاص كده؟ قال لي ايوه خلاص. لقيت سندس ده كذاب، استغربت، بصت لها كده لقيته كمل بصوت ضعيف فاتحة الكتاب، بصيت لسندس قلت لها يعني ايه؟ فشاورت قالت لي كذاب، اول حاجة تبدأ بيها فاتحة الكتاب، لان هي الاساس في كل دول، هو دراها عنك عشان ما يبقاش عندك الصيغة كاملة، كمل. كان بتدي أمر، بدأ يتكمل يتكلم، لازم تلاحظ ان المريض هيحس بضيق شديد لما يسمع الصور دي، ويمكن يسرع او ينطق عليه عن طريق الجن، وممكن يزيد الألم لمدة 15 يوم ويهدأ تدريجيا لنهاية الشهر، فخليك انت مكمل على الرقية الفترة دي كلها،
وبتعد الفترة دي عن أي حاجة فيها معصية. قلت له زي إيه؟ قال لي يعني شرب الخمر أو الإهمال في الصلاة أو سماع الأغاني. كنت بسمع وعمال أكتب، وإذا جاله ألم في المعدة ده دليل إن السحر مأكول أو مشروب. قلت له طب في حالة إنه مأكول أو مشروب هعمل فيه إيه؟ قال لي تقرأ الآيات دي كاملة برضو على ماء، ويشرب من الماء ده 3 مرات يوميا مدة العلاج كاملة إلى أن يتقيأ مادة السحر. سكت، كنت تقريبا خلصت كل حاجة عن سحر الجنون، ما عنديش حاجة أقولها تاني. جواه كان في أسئلة تاني عن حاجات تانية كتير، بس كنت عمال أسجل عشان منساش، مش عايز أنسى أي شيء. جه في بالي حاجة كنت سمعتها عن نوع من أنواع السحر سألت فيه، بيربط فيه الجن جوه الجسم، أو خادم السحر بيتربط أو بيتعمل عليه رصد جوه الجسم، رغم القراءة عليه بيرفض الخروج، وأحيانا يفضل إنه يموت جوه على إنه يخرج. فقررت إن أنا أسأله عن ده، وكنت خلاص خلصت موضوع سحر الجنون كله. فبصيت لسندس قلت له أنا عايز أسأل عن السحر المربوط. قالت لي إيه المربوط ده؟ قلت لها السحر اللي هو بيكون جوه الجسم، حابسين الجن جوه الجسم. قالت لي قصدك رصد الجن؟ قلت لها ايوه. قالت لي اللي بيتربط بسلاسل واغلال وطلاسم؟ قلت لها ايوه. قالت لي ده بيتقفل عليه بصندوق من الطلاسم للجن، بيحاط لمنعه من الخروج. قلت لها انا عايز افهمه. شاورت لي كده يعني اللي وراك. فبدات اساله ازاي بيكون السحر المربوط دوت او المسلسل ده بدا يتكلم. بيكون عن طريق الشيطان ربطه بالسحر كامل في الجسم عشان ما يسيبش للمسحور اي سبب يخليه يقدر يخرج من الجسم وقت الرقية او بعدها. قلت له يعني رصد؟ قال لي ايوه. هنا افتكرت حاجة مهمة، عادة كل ساحر لازم يتابع عن طريق جن تاني، يكون همزة وصل ما بين الساحر والجن الموكل بالسحر في عشان ينقل للساحر كل اخبار الجن ده، وينقله برضو تعليمات الساحر، وبرضه بيساعد الموكل في السحر في حالة إذا كانت أذى أو شيء أثناء الرقية، وغالبا بيكون التابع ده أقوى من الموكل بالسحر وعنده من العلم والدراية حاجات كتير جدا عشان يقدر يمشي موضوع السحر ده، لأن في بعض الجن بيؤذى من الرقية، فده بيقوم باستبداله أو وجود معاه لدعمه وتقديم له القوة، ودي حاجة مهمة أنا افتكرتها. قلت له كمل. قال لي فيها بيكون خادم السحر مقيد عن طريق الطلاسم وعن طريق الأقسام داخل جسد المصاب، وده بيكون من كبارات الجن اللي بيشتغلوا مع كبار السحلة، وعددهم قليل جدا حاليا عشان كده بيصعب جدا خروجهم أثناء الرقية. طب أعراضه إيه؟ نفس أعراض السحر العادي، بس مع تكرار القراءة عليه ما بيطلعش برضو من الجسم، واحيانا بينطق ببكاء واستغاثة انه مش قادر يطلع من الجسم اصلا. قلت له بس ليه علاج اكيد، ايه هو بقى؟ سكت. بصيت للسندس اللي قالت لي او عملت لي بدماغها كده يعني هيتكلم. تقرأ عليه الايات اللي اقولها لك، 166 من البقرة، الاعراف 175، بسجل الاسراء 29، المائدة 64، الأنعام 93، يوسف 100، 27، 28، طه، 15، الحج، 43، الشعراء، 45 و46 و47 و48 من الشعراء، 80 و81 و82 من يونس، 66، 67، 68، 69، طه، 44، 45، 46، 47، الشعراء، بسجل، 31، من يوسف، 45، 46، 47، الحاقة، بقول له إيه؟ قال لي 7 و8 من الأنفال، 45، الأنعام. كنت عمال اكتب واسجل بسرعه لان كان بيقول بصوت بسرعه وبصوت بطيء واطي، مش عايزني اسجلهم او عايزني اغلط في ايه من الايات او معرفش هو قصده ايه، فكنت برجع قاعد اقول له كذا ايه كذا فيقول لي ايوه. 15 من محمد، الاعراف 160، 19 و20 من الحج،
33 و34 من المائدة، سبأ 19، يونس 92، 98 و99 من الكهف، 26 من سبأ، الزمر 71، النبأ 19، البقرة 85، الأنعام 41. عمال أكتب بسرعة وراه لغاية ما وقف. قلت له بس كده؟ سكت وقال أيوة. هنا السندس وقف التاني، وسمعت صوته بيتهز من ورا وهو بيقول وصورة نوح كاملة. بصت لها شاورت عليه وقالت لي صورة نوح هي المفتاح، تبدأ بيها كل شيء، لازم تقرأها في البداية. سكت وهزيت راسي. في حاجة تاني؟ قال لي لا كده كل حاجة كاملة. قلت له يعني كده كل شيء، فيش حاجة تاني؟ قال لي لا. عمال افكر، قلت له طب لو كان الرصد قوي ومش راضي يطلع نهائيا من جسمه بعد ما استمرت على الرقية دي لمدة شهر او 40 يوم؟ قال لي ساعتها يبقى موكل عليه ملك من الملوك الجن الكبار، مرصود من قبل ملك اقوى منه، ودي حالات ما بتحصلش حاليا، مش اي حد يقدر يعمل. قلت له بس انا بسمع واحدة بتقول انا مربوط عليا جن ومش راضي يطلع رغم الرقية، او ملوك الجن عليا. قال لي كدابة. هنا بصت لي سندس، يعني فهميني ايه ده؟ قالت له بص، عندكم اي حاجة بتحصل بيقول لك ده سحر، وعادة يروح للدجال يقول لك ده سحر كذا ومربوط ومعقود وبيديك حاجات من دماغه عشان ينصب عليكم وياخد فلوسكم ويقدر يعيش من الفلوس ديت، لكن في حقيقة الامر ممكن الامر كله يكون حسد او عين، مش اكتر من كده، لكن انتوا بتجروا ورا النصابين اللي بيقنعوكوا ان انت هتموتوا لو ما مشيتوش ورا كلامهم، وان لازم تنفذوا تعليماتهم، فبيديك اسماء هو عارفها او حافظها عن انواع سحر، في حقيقة الامر مش صحيحة، بيكون كله نصب ودجل في دجل كده. طب واللي عنده حاجة قوية زي كده، معقود زي ما يقول على المعقود عليه في جسمه او عليه عقد في جسمه، تتحل ازاي؟ شاورت لي عليه. قلت له اللي معمول له عقد مش راضيه تتفك في جسمه ديت ومربوطه في جسمه وموجوده في جسمه، دي ممكن تتحل ازاي؟ سكت شويه. قلت له انا عايز اعرف، عايز افهم بيتفك ازاي. بدا يتكلم وقال لي تقرا على ماء. قلت له ميه عاديه ولا ميه زمزم؟ قال لي ماء عادي، لان مش هيديني التفاصيل الا لما اساله. تشرب وتغتسل بيها يومين لمده 40 يوم، وتقرا على زيت زيتون وتدهن مكان جسمك كله بيه، تمسح بيه على جسمك كله من الزيت ده، وتقرأ الآيات دي 7 مرات على الماء والزيت، ولمدة 3 مرات في اليوم لمدة 40 يوم. قلت له ايه هي الآيات دي؟ الآية 7 من الكرسي، البقرة 60. قلت له كل دول؟ قال لي قلت له طب ابدأ بقى من الأول ما دام كله هيتكرر 7 مرات. سكت وبدأ يتكلم مرة تانية، الكرسي 7 مرات، البقرة 60، البقرة 64، 81 و82 من يونس، الإسراء 90، الأنبياء 30، الإنفطار 1، الأعراف 160، الإنسان 6، الإنشقاق 1، الزلزلة كاملة. قلت له كاملة؟ قال لي تقرأ كاملة. كمل طه 105، الواقعة 6، طه 27، الفتح 1، الفلق 4، الفرقان 23، البقرة 266، الصافات 136، الأحقاف 25، سورة الفلق تعاد كاملة. هنا سكت وعمال أكتب. قلت له دي آيات التفجير صح؟ سكت. قال لي أيوة. انت عندك علم المفروض ما يكونش عندك؟ قالها بغضب. هنا وقفت سندس وسحبت الصوت اللي جنبها وضربت في الهواء. الصوت دوت، الضربة دي كان زي انفجار محول كهرباء، لدرجة ان انا اتحركت لقدام من الخضة. حركت دي كان خلت 2 من الحرس يجروا عليا يثبتوني في مكاني، خافوا الف بظهر الورا، ما كنتش هلف انا من الصوت اللي ورايا، نطرت لقدام بمعنى اصح. عرفت ان هي بتديله درس. خلص. قلت له خلاص كده؟ قال لي ايوه.
قلت له في حاجة أي تاني؟ قال لي الدعاء والمحافظة على الصلاة مش أكتر من كده. قلت له يتكرر قد إيه دي؟ قال لي تكرر كل حاجة من دي 3 مرات في اليوم لمدة 40 يوم، شهر أو 40 يوم، تسمع أو تقرأ لمدة 40 يوم، هتبتدي تحس بتحسن في الحالة الصحية. هنا سكت، مش سكت لأني خلصت، لأ، سكت إن رجلي بدأت تنمل تنميل تقيل. وفي نفس الوقت شفت حاجة غريبة، شفت قدامي قطة كبيرة لونها أسود واقفة بتبص لي عينيا في عينيا. بصيت كده وسكت. في نفس الثانية دي لقيت سندس قامت ونزلت من على كرسيها، ال3 سلالم بتوع كرسيها، وزي ما تكون بتضرب حد ورايا، لأن في هوجة حصلت ورايا ودوشة، وال4 حرس اللي قدام دول جم قربوا، 2 قدامي واتنين وقفوا ورا، وصوت زي صوت بكاء وعويل شغال ورايا، ومرة واحدة هدوء. في نفس اللحظة دي مشفتش القطة، لقيت اختفت من قدام. جيت اقوم لقيت رجلي منملة، لقيت سندس بتحط ايد على كتفي، بتقولي استنى رايح شوية. قلت لها وراح فين؟ وبعد كده ايه اللي دخل قطة زي كده هنا؟ دي جن صح؟ فضحكت وقالت دي مش قطة. قلت لها امال ايه؟ قالت لي هو كان عايز يسحرك. قلت لها يسحرني انا؟ قالت لي ايوه، هو حاول يخش في دماغك ويسحرك واحنا موجودين. قلت لها طب وراح فين؟ عملت معاه ايه؟ انا اتصرفت معاه، ما تشغلش دماغك، انت بس ريح شويه عشان انت تعبان، استنى شويه لان رجليك هتكون تعبان. قلت له فعلا انا حاسس تنميل في رجلي، والتنميل كان جاي ببروده، مش تنميل عادي، لا ده تنميل كان جاي تنميل ببروده مش بسخونه زي العادي. قعدت كتبت الحاجات دي كلها وكملتها وخلصتها، وقالت لي يلا شويه وطلعنا. وقفنا بره على الباب وقعدت على الصخره الشمال وهي على اليمين. قالت لي وريني كده كتبت ايه؟ قلت لها ما انت حضرت كل حاجه يعني ايه المشكله؟ فبصت وضحكت لي، قالت لي لا في حاجات هتشيلها. قلت لها عموما انا حافظه كله، اديتها بصت، شالت بالظبط 3 سطور بس. قالت لي كده بس تقدر تتكلم في دول. بصيت للي سابته، قلت لها طب كويس، بس انا عايز اسال سؤال، هو كان عايز يسحرني ليه؟ قالت لي عايز يسحرك لان هو جاي غصب عنه، وهو مش جاي بارادته، جاي مغصوب انه يجي، متفاجئ اكتر انه جاي يقابل انس مش جاي يقابل جن، فعشان كده كان مفكرك انك ممكن يقدر يسيطر عليك او ان مش هنقدر نحس باللي هو يعمله. فبصت لها كده وسكت. قلت لها طيب. قالت لي انت لسه عايز تكمل كلام معاهم؟ قلت لها اه طبعا، كل ما افتكر حاجه ممكن تفيد الناس ليه لا اتكلم فيها. فبصت لي بصه غريبه، قالت لي تعتقد ان ده يستاهل تعبك؟ قلت لها اه يستاهل تعبي، كل ده يستاهل. وبصت لي وضحكت، قالت طب تعالى عشان تطلع تريح. لغاية هنا خلصت حلقة النهاردة، اتمنى انها تكون مفيدة ليكم وتكونوا استفدتوا منها. دعموكم ليا باللايك والشير عشان ما تقفلش القنوات ديت ويضيع المجهود ده كله على الارض. تحياتي ليكم، شكرا، نشوفكم الحلقة الجاية، مع السلامة.